ممكن تقولي ايه اللي مضايقك؟ مره كنت نازل وفجاه لقيت بابا بيندهلي ويقول لي انا مش قلت 100 مره المنظر ده ما تنزلش بيه تاني. حتى ماما في يوم كانت نازله مستعجله ومش لاقيه مفتاح الشقه، فجاه لقيتها بتشخط فيا من غير سبب. انت يا زفت انت، وديت المفاتيح فين؟ هو انت هتفضل مهمل كده على طول؟ كلهم بقوا بيعاملوني كده، حتى الكابتن واحنا في التمرين ما فرقش معايا ان رجلي كانت وجعاني، وراح مزعقلي مسترجل كده وتلم نفسك وبطل دلع. انا مش عارف هم ليه على طول متعصبين كده، ما انا اكيد ممكن اغلط، ولو في حاجه مش عاوزين نعملها يقولولي بس بالراحه من غير زعيق او ضرب. تربيه ولادنا مسؤوليه كبيره، هم بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير، احنا كمان لازم نتغير، وبدل الزعيق والضرب والاهانه نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم. ولو احتاجتوا المساعده اتصلوا على 16 3 0.